تقدر تقول لي انت تعرف ايه عن الفلين؟ الفلين دي المادة اللي بتكون عايمة في اخر خيط الصنارة، وهي اللي بتعرفنا بالظبط امتى نشد الصنارة علشان نلاقي السمكة. المادة دي معروفة من زمان جدا جدا، وكانوا زمان بيستخدموها عشان يصنعوا منها الصنادل، والصنادل دي زي الاقفاص كده عندنا الايام دي. مادة الفلين بيتم استخراجها من شجرة اسمها بلوط الفلين، والفلين ده بيكون اللحاء بتاعها، والشجرة ما ينفعش ان احنا ناخد اللحاء بتاعها غير ما تبلغ من العمر 7 سنين. بعد ما ناخد اللحاء بتاع الشجرة وهو الفلين ده، الشجرة بتجدد نفسها لمدة 7 سنين تانيين، وشجر بلوط الفلين بيعيش لحد 400 سنة. الفلين كمان مادة عازلة، بنستخدمه في الحيطان وفي السقف عشان يعزل الضوء والحرارة والكهرباء وكمان الصوت. كمان الفلين بيصنعوا منه المشمعات بتاعة الأرضيات اللي بتتفرد على الأرض دي، بيجيبوا الفلين أو نشارة الفلين وبيخلطوها مع زيت بذرة الكتان وبيحطوه على الأرض لحد ما ينشف ويتماسك، ويبقى كله المشمع بتاع الأرضيات اللي برضو بيكون عازل للضوء وللحرارة وللكهرباء كمان. الفلين مادة بسيطة جدا ولكنها مدهشة، وبتستخدم كمان بنعمل بيها السدادات والعوامات، وكمان بتتحط في السنارات وفي شبك الصيد لأنها بتعوم على وش المية وكمان مش بتمتص المية أبدا. الفنانين والرسامين كمان بيستخدموا الفلين، بيستخدموا نشارة الفلين بعد ما تتحرق بتعمل مادة سوداء. المادة السوداء دي بيستخدموها الفنانين في الرسم وفي التلوين. الفلين مادة معروفة من قديم الأزل، ومعانا هتعرف معلومات جديدة ومدهشة عن مواد بسيطة ولكن ما نعرفش هي بتيجي منين.